لقطات من على الخط بتؤكد ان سنوات العمر اللي اتقضت داخل جدران نادي الاهلي كلها اتت بثمارها. انا بستمتع جدا لما بتفرج على ماتشات داخل الملعب، ولكن دايما اراقب كده المدرب اللي على الخط وانفعالاته. فبنشكر كل اللقطات ديت اللي كانت متوفره من قبل المصورين عشان نعرف قد ايه كابتن محمد مصلحي من النجوم اللي اثروا داخل جدران النادي الاهلي، سواء كلاعب او كمدرب. والموسم دوت موسم استثنائي جدا في كل الرياضات، وكمان المنافسه في دوري الكره الطايره وكمان الكاس كانت صعبه وقويه، هو يقدر يقربنا منها اكتر. حابين نبارك لك يا كابتن محمد. الكابتن محمد مصلحي مدير الفني لنادي الاهلي لكره اليد في ضيافتنا النهارده، ومنور الدنيا. كره الطايره. سوري كره الطايره، كره اليد مسيطره، لا مؤاخذه عندي دي. النهارده الحديث عن الكره الطايره، ولكن هستاذن حضرتك نروح عن تقرير عنك وعن قيادتك الانجازات داخل النادي الاهلي ونعود مره ثانيه. قائد من طراز خاص، هوايته حصد الألقاب وتحقيق الإنجازات، فالذهب معدنه المفضل. هو محمد مصلحي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي وواحد من أساطير القلعة الحمراء. بدأ مصلحي مسيرته لاعبا داخل النادي الأهلي عام 89، وفي خلال وقت قصير بات عنصرا أساسيا داخل تشكيل فريقه، لينطلق في رحلة تعرف طريقها نحو النجاح. حصد مصلحي مع الأهلي 33 بطولة بواقع 10 ألقاب من الدوري و7 بطولات كأس مصر و4 ألقاب من البطولة العربية و6 ألقاب من البطولة الأفريقية أبطال الدوري ومثلها من أبطال الكؤوس. ويمتلك نجمنا أيضا سجلا مميزا من المشاركات مع المنتخبات الوطنية، حيث بلغ عدد المباريات الدولية التي خاضها 350 مباراة، حصد خلالها العديد من البطولات والألقاب قاريا وعربيا، حتى قرر اعتزال اللاعب عام 2006. وبعد الاعتزال قرر مصلحي يقتحم عالم التدريب ليكتب لنفسه تاريخا جديدا، ولكن هذه المرة من خارج الخطوط. فعمل مدربا مساعدا في النادي الأهلي مع عمالقة التدريب في مقدمتهم نور عطية وإبراهيم فخر الدين وأحمد زكريا، ليكتسب الخبرات اللازمة والكافية ليصبح الرجل الأول في تشكيل الجهاز الفني موسم 2016-2017. وكعادته أثبت مصلحي قدراته وإمكانياته، ونجح في تكوين فريق استحق لقب الأساتذة لينافس على كل البطولات محليا وقاريا من خلال استعادة الطيور المهاجرة وتصعيد الناشئين المميزين. توج مصلحي مع فريقه كمدير فني بثلاثة ألقاب من الدوري وثلاثة بطولات للكأس، فضلا عن ثلاثة ألقاب من البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، بالإضافة إلى استعادة لقب البطولة العربية للمرة السابعة في تاريخ النادي، ليبلغ إجمالي بطولاته مع الفريق 10 ألقاب ما بين محلية وقارية وعربية. نجاحات وإنجازات مصلحي لم تتوقف عند حصد البطولات وحسب، بل كان قائدا أيضا لإنجاز تاريخي تحقق لأول مرة في تاريخ القلعة الحمراء، وهو تحقيق 100 انتصار متتالي في مختلف البطولات. مدرب عظيم وجيل مميز من اللاعبين حققوا المجد وكتبوا أسماءهم بأحرف من نور في سجلات الكرة الطائرة المصرية، فهنيئا لهم على ما قدموه. هنيئا لكم جدا يا كابتن محمد. صراحة التقرير بيقربنا من تاريخ لإنجازات داخل النادي الأهلي ومع الفريق تحديدا، ولكن بيبقى كلكم و2019 2020 دي كوم تاني خالص. بصراحة الحمد لله، يعني تقرير أكتر من رائع. يمكن 34 سنة في النادي الأهلي، تقرير يمكن جابهم بس هو 16 بطولة اللي هي بتاعت المدرب العام دي، يعني التقرير ما جابهاش شوية، لكن الحمد لله نتكلم عن يعني تاريخ الحمد لله مشرف جدا مع النادي الأهلي. 34 سنة زي ما قلت لحضرتك، ما عتبتش بره النادي الأهلي كلاعب أو مدرب أو مدير فني. السنة دي لو جينا نتكلم عنها هنتكلم عنها على جزئيتين، قبل الكورونا وبعد الكورونا. بالنسبة لقبل الكورونا، طبعا موسم استثنائي لطايرة النادي الأهلي، لأنها النادي الأهلي بيضم حوالي 10 لعيبة من المنتخب
يعني احنا خلصنا الموسم اللي فات في شهر 4 شهر 5 1 5 اتجمع المنتخب تقريبا 10 من لعيبه النادي الاهلي كانوا فيها، لعبوا 7 بطولات تقريبا معظمها كان يعني للاسف الشديد كان نتائج سلبيه، كانت اثرت جدا على مستوى الفريق النفسي بالذات خصوصا اللعيبه الكبار ان هم متعودين دايما على المكسب يعني، فدي اثرت عليا كمان في الملعب في خلال الجزء الاول من الدوري. كنا خسرنا ماتش الزمالك وفي يعني في الترم في الاولاني في الجزء الاولاني من الدوري، ودخلنا على البطوله العربيه الاداء كان مذبذب الى حد كبير، لكن قدرنا ان احنا نحسمها ونفوز على نادي الزمالك 3-0 في النهائي، والفريق كان طلع كويسه جدا بعد الماتش ده بالذات، كسبنا 3 ماتشات بعديها سواء في الكاس او في الدوري، وكنا يعني في الطالع مستوى فني كان رائع يعني بصراحه بعد البطوله دي. وجت كورونا وقفتنا لمده 3 شهور ونص، دي كانت صعبه جدا بقى على كل الناس مش عليا انا بس لوحدي، لكن هنا بيجي بقى دور مخطط الاحمال والجهاز دور الفني دور اللاعب نفسه اعتقد في دماغه، ما هنا بقى الناس بقى اللي معايا واللعيبه اللي معايا فعلا زي ما انت قلتي الدماغ والتفكير بيبقى ازاي. الحمد لله مخطط الاحمال اللي معايا الدكتور حسن طبعا قدرنا نعمل بعد الكورونا على طول 3 مراحل، هما كان قدامنا 6 اسابيع بس. المرحله الاولانيه طبعا هي كانت طبعا النادي الاهلي كان بيتبع الاجراءات الاحترازيه تماما، كان من 1/7 لغايه 15/7 كنا لازم نتمرن بره الصاله بره، يعني رحنا اهلي مدينه نصر خدنا الادوات بتاعتنا معانا وقدرنا ان احنا نجهز الفرقه عام يعني كده. الجزء الثاني طبعا هو ده اللي كان صعب جدا، تقريبا كنا في معسكر مفتوح تقريبا يوميا صبح وبعد الظهر، والجزء الثالث اللي هو بقى التكتيك في الملعب. الحمد لله قدرنا نوقف اللعيبه على رجليها ونلعب الدوري وفوزنا الحمد لله بالدوري والكاس. طيب ايه قصه حضرتك مع النادي الاهلي؟ يعني كل اللاعبين بيبقى في دماغهم حتى لو انا هنا في مصر بس اخد تحدي جديد اجرب اشوف هعمل ايه، دي عدت على حضرتك في مسيرتك سواء كلاعب او كمدرب؟ هو قصه النادي هي قصه عشق بصراحه، يعني هو من صغري من سنه 86 دخلت النادي الاهلي حبيته جدا وانتميت ليه بكل ما امتلك من عقل وقلب وكل حاجه. جالي عروض بسيطه جدا وانا ما اكذبش عليك وانا لعيب يعني من الامارات، وكان عن طريق شغل كمان مش طريق يعني احتراف، لكن طبعا بعد كده ابتدت العقود عندنا يعني ابتدت سنه مثلا 97 ابتدت مرحله العقود، هي كانت طبعا عقود بسيطه جدا، لكن بعد كده ابتدت لما بديت مدرب جات لي كذا عرض عربي، لكن برضو كان كنت اصل العربي ده بيجي على طول في دماغنا يعني فلوس كتير. فعلا هو كان في ما اكذبش عليك كان فلوس كتير، لكن فضلت ان انا افضل مع الفرقه في الظروف الخاصه حتى بعد يعني 2011 بعد الظروف اللي حصلت للبلد كلها، فضلت ان انا افضل جنب الفرقه لان طبعا كان في ناس كتير جدا كانت مشيت من الفرقه يعني نجوم كتير كان منهم احمد صلاح وعبد الله وكابتن حمدي الصافي يعني كان موجود وكان مشي وكان وائل العيدي كان ناس كتير جدا، فضلت ان انا افضل جنب الفرقه وكان فعلا جاي لي برضه عروض كتير. وقبل ما امسك الفرقه مدير فني كان جالي برضه عرض كبير جدا، بس برضه الحمد لله يعني ساعتها كان جالي اختار يعني جالي اختيارين اخترت النادي الاهلي. بتحس ان دي حاجه وحضرتك داخل النادي الاهلي محطوطه في دماغ الاعضاء اللعيبه كمجلس اداره بيتغير، ولكن بيبقى دايما الكابتن محمد مصلحي معروف ان هو حته الانتماء اللي عنده ديت بتحس ان هي متقدره معنويا، لان ساعات الواحد معنويا لما بيتقدر بيرضى مش شرط ماديا. الحمد لله طبعا حب الجمهور وحب الناس كلها عندي حب العمال نفسهم للنادي ليا، ولما الحاجات دي بتفرق قوي جدا 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 فعلا، والواحد يعني فخور جدا ان هو بينتمي للنادي الاهلي. انا مش عايز اقول لك النادي الاهلي الجزيره ده يعتبر بيتي يعني، انا بخش اكني داخل بيتي بالظبط. انا بحب السيطره دي الواحد بيقدم في مكان كده. ايوه بالظبط كده يعني مش عايز اقول لك الامن كله الحمد لله علاقه طيبه العمال كلهم طبعا غير بقى الاصدقاء من المدربين والمدربين الكبار اللي معانا وزمايلنا. لا ومعرفتك اعتقد دي حاجه تفيد حضرتك جدا في شغلك، معرفتك باللعيبه دي من هم صغيرين فنيا تاثر كده. انا يعني هم لعبوا معايا في 3 لعبوا معايا احمد وعبد الله ومحمود رؤوف، دول لعبوا معايا يعني اخر حوالي 2-3 ليا، اثرت طبعا ان هم يعني اتعلموا من الجيل بتاعنا
وانا وهم بيعلموا الجيل اللي موجود. وطبعا هم في ناس اصحابي برضو يعني هم لعبوا معايا، وفي ناس ثاني يعني انا عبد اللطيف صاحبي، قطب عبد العال، حسام، الناس دي كلها ومعوض، الناس دي كلها بعتبرها اصحابي اكتر ما منهم مدربهم يعني. وفي منهم ولادي زي ولادي الناشئين اللي طالعين النادي كلهم بقى، الصافي الصغير ويوسف مرجان وعبد الرحمن، ناس كتير قوي الحمد لله يعني. يعني الحمد لله في كوكتيل ظريف جدا في الفرقه عندنا. انا هسال حضرتك عن قرار الاعتزال، هل عمرك حسيت انك ندمان عليك؟ كنت بدرت كنت تستنى شويه، ولكن هستاذن حضرتك نروح لهذا الفاصل. تكرموا مشاهدينا بالبقاء معنا. لسه حديثنا مطول مع الكابتن محمد مصلحي مدير الفني للكرة الطائرة داخل النادي الأهلي. يا كابتن محمد، كنت قبل هذا الفاصل والتقرير بسأل حضرتك عن قرار الاعتزال، عمره ما بيكون سهل خالص، مهما حتى لو اللاعب عارف ان هو ما بقاش قادر يدي تاني وما بقاش راضي عن مستواه، بيبقى دايما قرار صعب. ولكن حضرتك كان سنك صغير، يعني حسبتها ازاي؟ والله قرار الاعتزال بيجي دايما من اللعيب من جواه، لازم هو اللي يقرر ان هو اعتزل. انا بالنسبه لي انا اعتزلت وانا عندي 34 سنه، كان هدفي دايما ان انا ابقى مدرب، ومدرب يعني كويس. انا خريج تربيه رياضيه وخدت دراسات كتير في الفولي، يعني كان مهم جدا ان انا يعني كان ممكن تلعب سنتين كمان عادي، كان ممكن، وكان ممكن العب غير مركزي من ضارب لليبرو مثلا يعني، واتعرض عليا وكل حاجه. لكن انا في اصابات برضو يعني امكانياتي الجسمانيه والاصابات عندي كانت خلاص، كنت وصلت المرحلة خلاص يعني ما قدرتش اكمل تاني. كنت حاطط قدامي هدف ان انا لازم اكمل في التدريب، والحمد لله ان انا يعتبر من الناس اللي مسكت مدير فني ده وانت صغير، وانا يعني وانا عندي 44 سنه ابتديت مدير فني، ودي تعتبر من القلائل يعني اللي بتحصل في النادي الاهلي يعني. ايه الاصعب؟ مدرب بدون شك، مدير فني اصعب بكتير جدا جدا. انت يعني الواحد بيبقى حامل هم كل حاجه، كل انت الرئيس، كل يعني بتعمل كل اللعيب، جمهور، مجلس اداره، كل حاجه انت بتبقى حامل همها، خصوصا لو انت في يعني جوه النادي الاهلي، اللي بقى لازم تحمل ضغوط كتيره جدا بتبقى عليك. فلازم تستحمل اي حاجه ممكن تحصل، تبقى يعني في ناس بتبقى متعشمه خير جدا في الفرقه بتاعتنا، ان انت لو خسرت جيم بتزعل، فانت بتبقى حامل هم الجيم قبل الماتش، قبل البطوله. فانت لازم بيبقى عليك دايما ضغط ان انت تكسب، زي ما بقول لك كل حاجه بتخشها لازم تكسبها. انا جدا مع حضرتك، لان انا بشوف دايما المدربين تحت بريشر مش عادي، وبصراحه دايما بحس ان هم كبش فدا. يعني الجمهور زعل من نتائج اللعيبه اللي ممكن تبقى هي المقصره، ماشي مدرب. والله ده قدر المدرب يعني، خصوصا بقى اللي بيشتغل كمان في النادي الاهلي، اللي بيشتغل في النادي الاهلي ومطالب ان هو كل بطوله يكسبها، زي ما بقول لك كل بطوله يكسبها، وكل ماتش طبعا بالتالي تكسبه، والناس بتحاسبك. وحتى السوشيال ميديا بقت ورقه ضغط رهيبه على المجالس، ضغط على كل الناس. بس هو فعلا مهنه المدرب مهنه في منتهى الصعوبه، لازم الواحد يستحمل النقد، النقد البناء طبعا الواحد بيستحمله فوق دماغه من فوق يعني. طيب المدير الفني الاجنبي اوفر ريتد، قصته يعني في الكوره اوفر ريتد جدا بصراحه، بنشوف يعني ملايين بيتم دفعها ومفيش حتى رؤيه ان انت تكون بتكبر من عندك، او بتعمل اي حاجه كمؤسسه بتنظم ان انت يكون عندك دورات تدريبيه، تطلع وجوه جديده وشابه وصغيرين وتديهم الفرص. احنا عندنا في الرياضات الجماعيه الاخرى لا، بنشوف المصريين متصدرين المشهد كمدربين فنيين للاهلي وللزمالك وللانديه الكبيره. قصه المدرب الاجنبي وفروقاتها من وجهه نظرك، يستحق كل المبالغ دي؟ بالنسبه للفولي يعني هتكلم بصفه عام الفولي، هنتكلم بالنسبه عن الفولي او اكيد مش هنتكلم كوره يعني. طيب يعني المدرب الاجنبي لازم يبقى له سي في محترم يعني، عشان خاطر الواحد. انا لو يعني لو في مدرب كويس جه ومسك المنتخب، انا مفيش مشكله خالص ان انا اروح اتعلم منه واشوفه بيعمل ايه يعني، واخد منه، مفيش عندي ادنى مشكله. لكن هو بس يعني مين المدرب الاجنبي اللي هيجي يمسك، هي دي مهمه جدا جدا يعني. المدرب لو بتتكلمي بصفه عامه يعني خاصه عن الفولي، المدرب الاجنبي الاخير اللي مسك المنتخب، على فكره هو نتائجه كانت كويسه جدا مع منتخب هولندا يعني، كان عامل نتائج هايله، سي في محترم، سي في كان كويس جدا، لكنه فشل معانا فشل كبير جدا، لانه ما عرفش يتعامل مع اللعيبه، وخصوصا ما عرفش يتعامل مع النجوم.
فدي كان عيب. هو التعامل مع النجوم عندنا عاوز ايه يا كابتن؟ التعامل مع النجوم عايز معامله خاصه طبعا، لان النجم مش ان انا ادلعه. مع نجوم منتخب لا لا لا، مش ان انا ادلعه، مش ان انا لاعب دايما على طول، لا، ان انا احسسه دايما بقيمته، حتى وهو طالع بره لازم احسسه بقيمته. هو ما كانش عنده يعني لا لا لا، كان تصادمي شويه. اوكي، كان تصادمي يعني. والناس برضو يعني انا مسكت منتخب مصر سنه 2018، ومسكتهم في بطولتين مهمين جدا، بطوله البحر المتوسط وبطوله العالم، وحققت الى حد ما نتائج مقبوله او مرضيه بالنسبه للاعداد اللي حصل يعني. لكن في المجمل المدرب الاجنبي مطلوب لو كان السي في بتاعه كويس ونتعلم منه كمان. طب نسأل سؤال تصادمي شوية زي المدرب ده. أنا شايفة من صور اللاعبين ومن الاحتفالات مع مجلس الإدارة بالبطولتين، في عدد من اللعيبة صغار السن، ولكن برضو النادي الأهلي بيعتمد على عدد كبير من النجوم، نجوم تقال ولكن كبار في السن، فالبعض بيشير إلى أن مستقبل الطائرة داخل النادي الأهلي مرهون شوية ومش مضمون بسبب القصة دي. الرد بتاع حضرتك؟ طيب، بالنسبة للقصة دي، عشان خاطر النادي الأهلي، فرقة النادي الأهلي بتضم خمس أجيال. جيل مخضرم، أحمد صلاح وعبد الله ومحمود رؤوف وعبد اللطيف عثمان. تمام. جيل خبرة عالية، حسام يوسف، أحمد قطب، عبد العال، محمد معوض، عبد الحليم عبو. جيل الشباب اللي هو من 23 لغاية 26، أحمد سعيد نجم مصر، محمد عادل، في عبد الرحمن سعودي، في ابو السعود، ومعاهم محمد رمضان، وفي شريف معار لنادي بتروجيت. في الجيل اللي هو الصاعد اللي هو يوسف الصافي، يوسف مرجان، وعبد الرحمن الحسيني، ومحمد عثمان، وعمر زكريا. في الجيل اللي تحت خالص اللي هم طالعين لي يعني ناشئين وانا عيني عليهم، في اربعه خمسه كمان. قولي لي كده، في مين في مصر في الشرق الاوسط تضم هذه النخبه من اللعيبه، سواء كانوا كبار لغايه الناشئين؟ تمام، عدد كبير وكلهم متألقين، أكيد بيكون في دماغ حضرتك أن أنت تكون بتستغل الخبرات والمخضرمين، ولكن في نفس الوقت تكون بتزق اللعيبة من الأعمار التانية عشان يكتسبوا هما كمان خبرات زي ديت، ولما يكون وقت اعتزال الأجيال الأكبر يكون التانيين بيحطوا رجليهم في نفس الليفل ده أو الفريم ده. برافو، كويس قوي. هو ده اللي بيحصل بالظبط. لازم الانتقال السلمي لأي حاجة لازم تتم بالراحة وبهدوء وبتدرج. انا مش ممكن ان انا الاعب الناشئين كلهم احطهم في النار موسم واحد. لا، احط واحد ضمن الخبره والمخضرمين، زي ما حطيت عبد الرحمن الحسيني في ماتش الزمالك اللي هو ما كان تحصيل حاصل، حطيته خد الصدمه، خلاص هو الولد خلاص خد الصدمه وعارف ماتش اهلي وزمالك ازاي وكل حاجه. يوسف الصافي، يوسف مرجان خدوا ماتشات كتير كويس. الخطوه الثانيه ان انا دلوقتي ببتدي اعيرهم لانديه ثانيه خالص، ان هي يبتدي يلعبوا بشكل اساسي في انديه تانية، ياخدوا بقى الدوري كله تقريبا، يلعبوا الماتشات كلها، ياخدوا خبره ويرجعوا. اللي بقى اللي عايز يبطل من اللعيبه المخضرمين، واللي عايز، مش انا اللي هقول، هو اللعيب المخضرم او اللعيب الكبير هو اللي لازم يقول، هو عارف هو عايز ايه. حتى يعني انا ممكن ما اكونش عايزه في الفرقه، بس هو يعتزل ولا لا دي بتاعته، دي مش بتاعتي انا. لكن انا بقول لك، هم دلوقتي اللعيبه المخضرمه دي لا غنى عنهم في النادي الاهلي في فرقه الكره الطايره، لانهم بيعلموا الاجيال اللي بعد كده. وبعد كده بقى هيجي بقى الجيل اللي بقى اللي هو الناشئين اللي تحت خالص، ان انا ان احنا ان شاء الله ناويين نجيبهم معانا السنه دي نمرنهم، ياخدوا وهكذا. مش لا يمكن ابدا ان انا استغنى عن الناس دي في الوقت الحالي. طيب، هل حضرتك بتحس ان انت عندك ما يكفي من اختيارات وعناصر في كل الاجيال دي، ولا ساعات بتبص على السوق من بره وممكن تطالب بان انت تكون عندك واحد من النجوم يجي يملى لك في حته معينه او في مركز معين؟ لا ممكن نبص بره وفي الانديه الثانيه لو هو في عندك الرؤيه دي للموسم القادم ولا لا؟ الموسم القادم ما فيش. كله الدنيا تمام، كل الدنيا يعني تقريبا الناس كلها يعني ماضي عقود، وما فيش اي حد فيش غير بمنتهى الصراحه هشام قويس، نجم منتخب 23 سنه، هو ده الوحيد اللي كان فري، لكنه انا كلمته بمنتهى الامانه، لكن هو يعني هو الولد تفكيره ان في اتنين موجودين في نفس مركزه، وده تفكير ايجابي، مش هيقدر يلعب، وانا احترمت تفكيره وهو اعتذر وخلاص والموضوع خلص. لكن اي حد تاني، ما فيش حد خالص دلوقتي في
في مصر تقريبا فريا. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ونورت الدنيا، ومستنيين الموسم اللي جاي كده نشوف الاهلي برضو متواجد ويستفز كل المنافسين علشان نشوف كده دوري محلي قوي ومنتخب باذن الله يشد حيله يا رب. والله المنتخب ان شاء الله يشد حيله لان هو ما فيش ارتباطات دلوقتي. وفي النهايه طبعا بشكر كل الجهاز الفني اللي معايا طبعا اللي تعب معايا وما قصرش معايا خالص، وهم سندي وظهري والحمد لله، ومزيد من الانتصارات للنادي الاهلي باذن الله. متألق دائما يا كابتن ان شاء الله ربنا يكرمك. كابتن محمد نصر الحي مدير الفني للكره الطايره داخل النادي الاهلي كان في ضيافتنا النهارده. بشكر حضراتكم مشاهدينا شكرا جزيلا على حسن المتابعه. والنهارده اهداف بالجمله والله في الدوري الانجليزي، عندنا الشباب في الفانتزي كله ماسك الموبايلات، فقصه ال7-2 دي لو كل ال7-2 على حد علمي يعني قصه كبيره. تصبحوا على الف خير ودايما نلتقي على خير ايضا.